مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة وشهيوة جديدة من شهيوات رمضان. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي شوسون معمرين، وغادي نشارك معكم كذلك طريقتي في تحضير العجينة ديال لي شوسون اللي كتجي هشيشة وكتجي رطبة وكتجي زوينة بزاف. فنخليكم مع صور وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اول حاجة غادي نديرو كاس ديال الزيت، نضيف واحد الكاس ديال الحليب دافي، واحد المعلقه ديال السنيده، شويه ديال الملح، حاجه واحد شويه ديال الخميره. صافي، دابا غادي نخلط هاد العناصر هادي مزيان، ودابا غادي نبدا تنغربل في الطحين. صافي البنات، من بعد ما جمعت العجينه غير جمعتها، راه ما دلكوهاش، ما كتحتاجش تدليك، وغطيتها بفيلم اليمونتي وغادي نخليها واحد شويه تخمر. صافي، من بعد ما قطعت هذا الدوائر كيف كتشوفوا، وضعت الحشوه في الوسط، ودابا غادي نبدا نجمع فيها. بالنسبه للحشوه راه ما شاركتهاش معكم لانني درت غير الحشوه ديال البريوات كانت شاطت ليا، وانتم يمكن لكم تعمروهم باي حاجه بغيتوها. بالنسبه للطريقه ديال الجميع ديال لي شوسون راني صورتها لكم، ولكن في الاخر ما لقيتش المقطع. كلكم كتعرفوا الطريقه كيفاش، هو انكم غادي تجمعوهم على جوج، تجمعوا ديك الدائره من الوسط وتسدوها بصبعكم، ومن بعد كتكيوها بفرشيط، وهكذا كيجي الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. نسيت ما قلت لكم قبل ما تدخلوهم خصكم تدهنوهم بشويه ديال البيض والحليب، وراه كيف قلت لكم راه كتجي العجينه ديالهم عفوا هشيشه ورطبه بزاف. كنصحكم انكم تجربوهم راه غادي يعجبوكم. وبالنسبه للحشوه كيف قلت لكم راه كل واحد يعمرهم بالحشوه اللي هو بغى. وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وشهيوه جديده، كنقول لكم ما تنساوناش من سبسكرايب صابوني او الاشتراك، ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد انفو نحطو. دعمونا بلايكات ديالكم، وكيف كنقول لكم دائما تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف. بسلام عليكم.